السلام عليكم يا جماعة الخير وحياكم الله باليوم الثاني على التوالي من النجاة في وسط البحر. بالله شوفوا لي هذه الأجواء الأسطورية يا جماعة الخير. صراحة أنا شفت دعمكم كان جدا رهيب لدرجة الحماس اللي كان فيني. جاي أصور لكم هذا المقطع مباشرة بعد ما انهيت المقطع الماضي، عشان كذا متحمس بزيادة. والله يا جماعة دعمكم كان رهيب جدا يعني. طيب بمكان اليوم مش راح أسوي بكل اختصار يا جماعة الخير، لازم نبني الأشياء الثانية. ضروري جدا نبدأ بالقارب أيضا عشان نحاول نسافر إلى مكان آخر. مثل ما تعرفون لي لازم نسوي أشياء كثير والله يا جماعة اليوم. مثل ما تعرفون يمدينا نروح إلى جزر أخرى وأماكن أخرى جدا كثيرة، ولكن بالبدايه ابي اشوف اذا المياه عندي هنا. او ناقصني ستيك يا شباب، لازم ندبر وضع الستيكات الان. اوكي بالنسبه للاكل، الاكل هنا عندي مطبوخ، عندي اكل لسه كثير مطبوخ. تعال نشوف وضع الاكل والمي عندنا. يا الاكل والمي. اوكي لازم ناكل بسرعه يا جماعه. اوكي راح ناكل حبه من هذه. جاني بويزن. ليش جاني بويزن؟ خربانه ذي. لا خلينا نشرب مياه يا جماعه. والله اتوقع انه جاني بويزن نوعا ما. انا تسممت شويتين يعني، يب تسممت والصحه عندي مو كويسه ابدا. ماشيين يا جماعه الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم يا القارب. الله 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 الله، هنا قارب الاحلام المحطم. لازم نجيب البراميل هذه يا شباب، نجيب البلاستيك هذا لاني بعد شوي راح احتاجهم. وليتس جو يا جماعه، يا رب اليوم يمديني اصنع سبير جن عشان اشيله لهذا القرش من هذا المكان. مو طبيعي كيف جالس يحوم حول المكان هذا القرش يا شباب. واخر مننا يا ولد واخر. مش كمان يمديك تذبحه ابدا يعني، لازم ولا بد انك تتحمل يعني. اوكي يا جماعه بسم الله، اعطني السكراب الان. احتاج سكراب كميات هائله والله يا شباب، احتاج سكراب كثير صراحه. ما اعرف اذا بالارقام يديني اطلع اسلحتي ولا لا. بالارقام؟ اوكي الارقام مو شغاله. لا والله لازم حصل اروح الانفنتوري. شوفوا ده هو القرش يا شباب، شايفينه الان؟ يا ساتر والله بشكل اسطوري القرش والله. طيب خلينا نطلع شويتين للاعلى. ما علينا راح نغرق شويتين شباب، نطلع للاعلى. اوب ما عليك ما عليك، راح نوصل ايزي بيزي. واه اوف اوكي. طيب اتوقع اني ضمنت وضع السكراب. يب ناقصنا ستيك وروب. الروب عندي، ناقصنا ستيك يا شباب. الستيكس اتوقع اني بجيبها من هذا المكان. ليتس جو يا جماعه. انا احس اصعب شيء راح يكون هو عباره عن الكلي يا شباب، حجر الكلي. جدا جدا صعب اجيب حجر الكلي لان شكله يشبه الستون. اتذكر الا ان كان جدا صعب اني اجمعه. طيب نجمع ستيكات الان طبعا يا شباب، ستيكات جدا مهم. اوه نايس والله، برميل ثاني. هات سكراب كمان، كفو. اطلع يا مكان، اطلع شويتين. اوكي لسه في ستيك شباب، لسه بجيب الان بما انه لسه الدنيا صباح، الشمس توها طالعه الان، فلازم استغل الفرصه. خليني بس نعبي ساعه شويتين. تعبى الاكسجين. يتعبى بطيء صاير الاكسجين، ليش كذا يا جماعه؟ تعبى اسرع يا ولا تعبى اسرع. اوكي نايس، عطني ستيكات هذه كلها الان. ما راح اسمح لاي ستيك تبقى في هذا المكان. تعال هنا الان. اوكي هنا عندنا اشياء هنا ممكن استفيد منها يا ترى. يا عدد البلانكات اللي هنا. هات كل البلانكات دي لان هذه بعد شوي كمان راح احتاجها يا شباب. يا ربي يمديني اصنع القارب من هذه الحلقه يا شباب. يا ربي الموضوع صعب شويتين، يحتاج موارد والله. خليني اطلع يا جماعه الخير، خليني اطلع. انا راح اغرق الان. السلام عليكم، اطلع. اوكي شباب نطلع شويتين لبرا هنا، نتنفس شويتين. اوكي انا جبت بعض الاغراض وطلعت على السطح هنا علشان نحاول نطور. ابي روب. اوكي ليتس جو نجيب الروب يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، اعطني الروب الان. يلا يا ممكالو طور يا ممكالو. بطور النايف بالاول، ليتس جو نطور النايف يا شباب، بعدين نطور الاكس كمان. نايس انا عندي الاكس القوي، ليتس جو. اوكي 2 ايرون، يعني انا الان افهم منكم الان اذا في حال استخدمت هذا يا جماعه راح يعطيني ايرون الان من داخل المي اتوقع، صح ولا لا؟ تدرون يا شباب راح اجرب مباشره. ليتس جو، هذا النايف القوي طبعا. ايش يمديني استفيد من النايف القوي هذا؟ اتوقع راح يعطيني اغراض اكثر بكثير من قبل. تعال نجرب تيست بسيط على هذا يا شباب الان. ما عندي شيء صراحه، لازم اسوي 5-5 يعطيك. يا الهي شباب كان يعطيني 2-2 مدري 1-1 والله. طيب في عندنا حطام اللي هو للمدفعيات اللي موجودين هنا، اتوقع منها يمديني اخذ الايرون يا شباب. لازم نحصل مدفعيه بالارض الان. دون ايش راح اطلع اخذ نفس وراح اروح على السفينه الثانيه. اوكي شباب ناخذ نفس شويتين هنا الان. في سفينه فيها حطام. هذيك 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 السفينه، قصدي على ذي يا جماعه. هذه ايش فيها تحت؟ فيها مدفعيات من الحديد. اذا في حال مداني اجمع المدفعيات هذه بيكون ايزي بيزي. هذه المدفعيه هذه يا شباب، هذا اللي اتكلم عنه الان. اتوقع هذه اللي كانت تعطيني حديد والله اعلم. يا رب يكون كلامي صحيح يا جماعه. العاب هات ايرون، اعطني الايرون يا ولد. اعطاني بلانكس وشويه ايرونات يا جماعه، امر جدا اسطوري والله، جدا خرافي. طيب نبي كمان نجمع، لسه ما شبعنا الان. طيب نشوف هذه الان ايش راح تعطيني الان. راح تعطيني بلانكس ولكن ما كان لازم اجمع بلانكات. خربت على نفسي والله يا شباب، خربت على نفسي. كان لازم اجمع ذا 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 هذا هذا، راح يعطيني كثير هذا اشياء. ياب شوف الستيكات راح اخذها الان. يا الهي على الستيكات، لسه في مدفعات كثيره والله. مشينا مشينا، نطلع ونرجع. الوقت عندنا بحر يا شباب، ما علينا من الوقت ابدا. اوف يا حبيبي اوف والله. تخيلوا انتوا يا شباب عايشين في هذا العالم والله. انا اتوقع يا جماعه انا معي فوبيا من البحر، عيد واكرر اكره ما عندي اني اكون كذا تائه بالبحر والله يا جماعه، بنجلط. مستحيل اقاوم يوم، اتوقع من الخوف برتعب، بموت من الخوف يا حبيبي. ما علينا خلينا نجمع ذا، راح يعطيني ايرون كمان. اوكي نايس ون والله، احتاج دي الايرونات بشكل والله. عطني كمان دي الان، هات هات نايس والله، اعطاني اغراض كثير يا شباب. خليني نجمع ستيك من هنا يا شباب كمان. ليتس جو يا الستيك، ليتس جو. خليني اشوف كيف بيفضل الستيك معي ابتداء من الان.
اوكي شباب، اتوقع اني جمعت اغراض بما فيه الكفايه الان، ولكن ابي اشوف الايتمات هنا. صامديني اصنع هذا. اوه امديني اطور النايف كمان مره. عطنا النايف القوي يا ولد، ليتس جو. بدينا اطور السبير كمان يا جماعه. طورنا. او ماي جاد، لا 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 مستحيل. بدينا اصنع سبير جن شباب. صنعت سبير جن شباب. بدينا اصطاد القروش. العب يا مدير العب. تعال نطلع لهنا شويتين نشوف الموضوع. صرفت موارد جدا كثير يا شباب. اتمنى اني لا اندم على هذه الحركه الان. خلينا ناكل شويتين. يب نضبط الاكل الان. ممكن اطلع هنا لو سمحت. كيف اطلع؟ لازم اصنع سلم. يب لازم سلم من هذه الجهه. طيب يا جماعه. او ماي جاد، الموارد اللي معي هي يا جماعه. خلينا نحط هذه هنا الان. ابي اطبخ صراحه. خليك تطبخ لي الان، حط هذه الاكل لانه هذا خربان، اتوقع لازم اطبخه من جديد. طبخ لي شويتين الان. تدري ايش تسوي لي؟ سبليت ستاك هذه، اعطيني 10 منها. هذه اعطيني 10 منها سبليت. تمام حط هذه هنا، والباقي شاب نحطه على المياه الان. مثل ما تعرفون يبين لنا مياه كمان ايضا. شغاله انت، خليك شغال الان. طبعا شباب احاول اجمع لي شويه مياه من هذا المكان ايضا الان. اتمنى ان المياه تتعبى كذا النظام. يب كذا جاهز تعبى. بعبي شويه مياه ايضا علشان الجهاز في شويتين ستيك كثير يا شباب. يب كذا كافي، ليتس جو. اطلع لي شويتين هنا، اعطيني. خذ هذه المياه لك، خذ هذه لك، خذ هذه لك. يلا سوي لي الان هذا الموضوع. اوكي هذه صنعتها الان البان. هذه مكتوب عليها ترى كيف استفيد منها ولا لا. Use it with the barbecue bucket for cooking meals يا شباب. يقول لك لازم تستخدم هذه، يعني احطها هنا الان. اوكي طيب انا عندي سولت يا شباب، انا عندي ملح اتوقع. اوه خلص المياه اللي هنا، العام عندي سولت يا شباب. كيف استخدم ملح؟ ابي احط ملح مع الاكل الان هنا. في شيء انا اجهله يا جماعه، في شغله كذا لازم تسويها، تحط اكل كذا يسوي لك اكل، يعني والله ما ادري ايش هي. اوكي ما علينا. شباب لازم تعرفون اني صنعت هذا الشيء مو على الفاضي يا جماعه، هذا هو السبير جن اللي بدينا نصطاد فيه القروش، والله لاعلمكم شغلكم. بوم يا حبيبي انزل لتحت الان وربي لا اصطاد القرش الان. شوف لما ابي اصطاد مستحيل يطلع لي قرش الان، اتحداكم يكون قرش موجود هنا. وربي لاصطادك اشر اصطياد الان. تعال وري نفسك، اتوقع القرش من هذه الجيبه. هذاك هو جاي، هذاك هو جاي متحمس لي الان. تعال هنا، كيف اصطادوا شباب ذا؟ تعال القرش تعال. كيف اصطادوا شباب القرش؟ وات؟ لا تقول لي لازم السلاح محدد. ما يمديني اطلق عليه يا جماعه القرش ذا، ولازم يكون قريب مني الان. هي ما يمديني اطلق عليه يا شباب. ويت ويت دقيقه، ما فهمت الفكره. لا تقول لي لازم اصنع شغله محدده. اوه اتوقع اني فهمت يا جماعه، لازم اصنع هذه الانفل لان هذه تحتوي الاشياء الحديديه نوعا ما اللي يمديك تكرفتها يا جماعه، وانا اتوقع الاسهم تبعها يكون حديد، والله اعلم يا شباب. ولكن سؤالي هو الان كالتالي، اذا انا الان طورت السبير جن كيف ارجع للتطوير التاليه؟ لان انا ما عاد ابي استخدم دي، ابي استخدم دي. كذا بصفي عليها الان ولا لا؟ اوكي شباب اتوقع انه لازمني اصنع الانفل، فراح اروح ادور لي على بعض القطع من الايرون، لان صراحه الموضوع صعب شويتين عشان اجيب الايرون يا شباب. لازم اجيب كلي و10 سكراب. بطلع اجمع شويتين يا جماعه، بجمع كل شيء بيطلع امامي الان. هذه الفكره الاحسن والافضل انه اسويها. اوكي وهذا العمق شويتين غميق والله، لازم اشيل سلاحي واروح كذا للداخل على طول الان. في عندنا شيء ممكن استفيد منه هنا بهذا المكان؟ في عندنا هذه كفو، جيب هذه انا احتاج هذه والله. عطني ستيكات، اهم شيء الستيك. البلانك ما يهمني الان بس بقدر الستيك. لازمني براميل ايضا يا جماعه، لازمني براميل. شوف كم صار يعطيني 4 ستيك بكل واحده باستخدام هذه. مشكله الاكسجين عندي الا ما تطور للاسف الشديد، لازم تطويرات يا جماعه. وهذه النبته ايش هذه النبته الان هنا؟ تتجمع هذه النبته؟ او تتجمع كذا هذه النبته. اوكي لومينوس. هذا المكان ايش هذا المكان؟ واو ايش ذا الصوت؟ شباب سامعين؟ والله هذا الصوت مرعب والله. ايش ذا؟ هذا ايش شباب هذا الصوت؟ واو يا الاصوات. في شيء جاء شباب، في شيء جاء. الله يستر الله يستر، في شيء جاء يا جماعه. احس لما يطلع هذا الصوت يعني في مخلوق عجيب غريب من الحيتان موجود داخل هذا المكان. واو يا الاجواء والله اني بعدت. ها شباب شايفين القارب وين؟ بس انا مضطر اني ابعد لذا البعد علشان احصل حجر الكلي ضروري يا شباب. كونتينر، اتوقع حصلت كونتينر شباب. هذا بيطلع فيه هذا كونتينر ولا لا؟ واخر يا سمك واخر. الا والله شباب لوت، هذا يعتبر لوت. ليتس جو، اخذته شباب. اوه اعطاني 10 كلي، اعطاني 10 كلي. صار معي 20 حبة كلي، هذا اللي انا احتاجه فقط عشان اصنع الفرن يا شباب. اتوقع عندي اصنع الفرن الان. اوكي شباب خلاص خلينا نطلع الان على السطح شويتين نشوف ايش صار عندنا اغراض. اتوقع يمديني اصنع الفرن الان، هذا هو كان الهدف، ننهي اليوم معانا الفرن يا شباب على الاقل عشان نحاول نصنع الايرون يا جماعة. الايرون صرت محتاجه بكل شيء والله حرفيا. اوكي شباب مثل ما تشوفون راح نصنع هنا شيء اسمه الانفل، يحتاج 10 ايرون، انا ما عندي ايرون ولكن عندي شيء اسمه كلي. خليني احط كل اغراضي هنا حرفيا. الله لازم اصنع صناديق والله. ايش يحتاج صندوق عشان اصنعه؟ اتوقع من هنا كنت اصنع الصناديق. صندوقين يا جماعه، اوكي صندوقين بيفي بالغرض وزياده عن اللزوم كمان. وهذا الثاني، ليتس جو. اوكي رجع اغراضي هنا يا شباب عشان لا انسى ايش حاط هنا. نايس، هذا الصندوق الاول. خلينا نحط الصندوق الثاني مو جنبه الان، خلينا نبعد الصندوق الثاني شويتين يا جماعه
عشان ما يكون الاثنين نفس الشيء. دائما حاول تفرق اغراضك عزيزي مشان لا تضيع ابدا. اوكي ليتس جو. اوكي شباب الان مديني اصنع خبرني ارجوك مديني اصنع الفرن ولا لا؟ 10 سكراب لازمني، معي 4 سكراب برضو ما يمديني لين اليوم الجاي يا جماعة، ولكن عندنا كلي، شيء جدا اسطوري انه معنا كلي الان. راح انام اتوقع يا شباب، راح اصحى اليوم التالي وباليوم التالي راح نضبط الموضوع، راح اضوي الضوء هنا شويتين لان عندي صار عتمة ما علينا. اوكي ايزي بيزي، وخلينا ننام لين يطلع الشمس. اوكي قد 9 ساعات الان. صباح الخير يا جماعة الخير، لسه القمر موجود وانا موجود يا جماعة، كذا ما تصير والله، لازم واحد منكم لك انت لازم ترتاح بالنوم يعني، مع اني انا نمت كويس ما علينا. طيب يا شباب ننطلق مباشرة، نبي نجمع البراميل الان من جديد يا جماعة، نبي البراميل هذه اللي ترسبن لنا. يب هذه هي موجودة هنا، ليتس جو. انا ما راح تكفي بس الان تذكروا كويس انا مطور، هذه لاقصى حد الان، المفروض تعطيني كثير يا جماعة. 2 سكراب نايس. اوكي جار معنا 5 سكراب، ارجوك نبي 10 بس، نبي 11، نبي 11 سكراب، اعطاني 10 نبي 11، لا اله الا الله. نجي لهنا مباشرة شباب نحط السكراب اللي جبناه، 14 ونحن نحتاج 15. اوه بدينا نصنع 10 سكراب، صنعت شباب ليتس جو، صنعنا لها واخيرا الحمد لله يا جماعه الحمد لله. والله ماني مصدق، والله والله اني ماني مصدق يا شباب. اوف والله مشوار والله يا شباب، اللعبه شويتين يعني صعبه شويتين يعني. اوه هذه فين احطها الان يا جماعه؟ والله صار في زحمه شويتين هنا، كان لازم اوفر مساحات يا جماعه بس ما علينا. اوكي هذه كيف تشتغل الان؟ تحتاج ايتم محدد اتوقع عشان السرعه مو اكثر القوه، لكن اذا حطيت ستون وسرعان ما جبت بعض الاستيكات وحطيتها اتوقع راح ينفع يا جماعه. تعال نسوي هذه سبليت ستاك كذا، كمان سبليت ستاك مره ثانيه. يحتاج فحم حصرا، لا والفحم ما يمديني اجيبه الا من هنا، فحم حصرا. اشتغل، ايش راح يعطيني يا ترى يا شباب؟ ليتس جو خلينا نشوف الان يا جماعه، يا رب يعطيني ايرون. لازم ندوب ذا البلاستيك مو نستخدمه كذا. اوكي جيب جيب الان، هذا مو بلاستيك شباب لازم يتذوب هذا. يب والله لازم يتذوب ذا البلاستيك اتوقع. خلينا نحطه هذا هنا كمان شباب بلكي بيستفيد منه الان. جالس يمتص الفيول وما يعطيني شيء، اوكي اعطاني بلاستيك الان، صراحه هذا الامر كويس انه بدينا نستفيد من البلاستيك الان. بس الباقي اوه اتوقع انا فهمت، انا فهمت يا جماعه، خليني اطفيها شويتين. انا اتوقع اني فهمت، لازمني هذه المنفخه 100% يا جماعه. هذه هذه لازمني هذه، 5 سكراب 3 بلاستيك، ليتس جو. اوه تدري ايش تدري ثواني شوي تطلعني طلعني، خليني اصنع لي بلاستيكات هذه الان، فاعطيني ذي الان. خلاص خليك مع البلاستيك اوكي عشان بس يعطيني بلاستيك الان. اوكي شباب بحاول اكل شويه اكل الان كذا، هذا الصندوق اللي معي على طول الان نقضي عليه يا شباب. يس عبينا شويه اغراض. اوكي هنا صار معي بلاستيك كثير مثل ما شايفين الان يا شباب، ولكن 5 سكراب هنا ما راح يكفي ابدا يا جماعه. هو كم يحتاج الان؟ يحتاج اوه 3 بلاستيك. صنعت، سويت شباب سويت، زبطت زبطت يا شباب زبطت، جبت كل شيء الان. والله اني جبت كل شيء، والله سويتها يا جماعه، والله اني سويتها، والله ما توقعت اني سويتها صراحه، توقعت راح تروح ليوم ثاني وراح اعاني كثير ومدري ايه، بس اوكي ايزي والله. تمام هذه المنفخه شباب راح نجيبها ونحطها هنا مثل ما شايفين الان، اتوقع بدينا نحط حجر الكلي هنا ونحط فحم وننتظر يعطينا ايرون. الكلي هو الطين يا جماعه، انا ما اعرف شلون الطين ممكن يعطيك ايرون. هذا ايش انا جيت لهنا قبل؟ والله ما اظن اني جيت لهنا، المفروض انه يكون في براميل يا شباب هنا، اول مره يجي لنا اتوقع. يعني الدليل شوفوا هذا ايش يا جماعه، شوف ايش كيف مرسوم عليه ذي شباب، ترجر مكتوب. اوه هذا راح يسوي السنتي عندي الان اسطوريه. تعال هنا تعال هنا، خلينا نحطه يا شباب هذا، هذا بيعلي لي السنتي يا جماعه. اوكي نايس، هذا احتاجه بشكل مو طبيعي والله. هذا يا شباب بوريكم ايش بيسوي الان، حطه الان هنا نايس. شوفوا السنتي عندي كم يا شباب، هي قليله الان. لك هذا بيعلي لك السنتي نوعا ما، ما يمديني اسوي فيه شيء، بس بيعلي لك السنتي. يقول لك تحتاج فرند، ما ادري صراحه بنشوف يا جماعه كيف راح نستفيد من الان. اعطاني كلي بهذه الحاله، ما جالس يعطيني ايرون. اوكي على كذا انا صار لازم اشتغل بالقارب يا شباب، انا صراحه هذا المكان بدا شويتين يلعب بمخي يا جماعه من ناحيه الموارد، هذه الموارد صار لازم ننتقل للخطه بي الان. 15 سكراب انا معي 4، ناقصني يا جماعه 11 سكراب ونصنع القارب اتوقع، ونكون ريدي تو جو يا حبيبي، نصنع القارب وننطلق. خلينا ندور شويتين داخلنا يا جماعه. شوف المشكله المكان اللي انا فيه صار فيه حواف نوعا ما يا شباب، لاحظوا الان يعني خلاص خلص المكان شويتين بهذه الاماكن، خلصت الان ما عاديني اروح ورا هذه الاماكن. الفكرة انا شلون ممكن اتفادى ذا الامر واروح اجيب اشياء ثانية بدون ما اسافر؟ انا مجبور اني اسافر اتوقع، لازم انقل يا شباب. اتوقع الخطة ما راح تكون اثنين يا شباب ولا ثلاثة، لازم نسافر من هذا المكان حصرا. شوف ذي حطام طائرة يا جماعة، حطام طائرة ما يمديني اجمعها. اوه شباب يمديني اجمعها، جمعت هذا، ثواني ثواني يمديني اجمع ذول فيها. اوه نايس والله، شوية سكراب هنا ما راح يضر ابدا. هذه ما تتجمع؟ والله ديم والله. هذه كمان العب، كم سكراب صار معاي، يا ويلي يا ويلي ويلي. من هذه الجهه اتوقع كمان صح؟ تكفى خبري من هذه الجهه كمان.
لا والله ما عاد فيه جماعة، والله يا اني جمعت سكراب 25 27 سكراب صار معي. يا ساتر كل ذا. اجل تبونها كذا، ما في ايرون هنا، ما في مشكلة، خليكم في ذا المكان، انا رايح من هنا. يا حبيبي. اوكي شباب، كيف اصنع الان؟ تعال هنا ممكالو، ممكالو حط شوف كم سكراب، 31 سكراب، اقسم بالله شباب يا اني اسطورة الاساطير. يمديني اصنع القارب، اصنع القارب يا ممكالو، ليتس جو. صنعت القارب شباب، ايش رايكم؟ بس والله اتوقع ذا القارب صح؟ والله اعلم هو ذا القارب، شراع هذا اسم الان، نوعا ما شباب ذا الشراع. يسمى بالشراع، ذا مقارب، ذا المكان اللي تستقبل فيه القارب، بس هذا مو القارب. لا يا الله يا الغباء، اقسم بالله ما عرفت هذا ايش يا جماعة. يا الله والله اندمت يا شباب، اقسم بالله اندمت. يا جماعة والله اندمت والله. يوز. اوه من هنا يمديني اصنع القارب، الا والله الا لوك الحمد لله. الحمد لله هذا قارب طلع حدا. اوكي اوكي ذا قارب، ذا قارب اوكي. يا الله والله ارتعبت شباب، اقسم بالله ارتعبت. اوكي اوكي شباب، هذه الان حبه البلانك الاخيره راح نجيبها ونحطها في هذا المكان. ليتس جو. اوكي ليتس جو انلوك. يلا يا ممكالو، يلا يا ممكالو، يلا شوفوا القارب يا جماعه الخير. هلا والله يا القارب، على حلول الليل يا جماعه تقريبا صنعنا القارب الاسطوري يا شباب، قارب النجاه الان. يخرب بيت القارب احلى، اقسم لا انه رهيب يا شباب. قارب فيه ستوك كمان، ها صار مديني اجدف بهذا واروح فيه وين ما ابي. تعالوا نجيب كل اغراضنا عليه الان. ها المشكله اذا انتقلت جي جي والله يا جماعه، انا اذا طلعت من هذا المكان ايش بيرجعني عليه؟ الكومباس لسه عندي مغلقه، والله مغلقه. يوز هذا ايش هذه؟ خريطه يا شباب، نحن موجودين هنا. اوه يمدينا نسافر مكان ثاني من هذه الاماكن، اوكي. يمدينا نسافر هنا مثلا الان. او بحط اشاره بيوديني هنا بالقارب يعني. نايس وي، عندي مديني ارجع لنا بعدين ايزي بيزي. معناها خليني اخذ الاشياء المهمه عندي الان يا جماعه. خليني اخذ هذول مثلا الان، باخذ كل شيء مهم الان. لا ما يمديك تحط شيء على القارب يا شباب، ما يمديكم. ما يمديكم تحطوا شيء على القارب، يا الله انغدرنا والله. خبر مؤسف بس تدرون ايش ما علينا، راح احط كل الاغراض هنا، خلي هذه معاي. راح اخذ معي شويه اكل وشويه مياه وهذه الامور، خلي الحبال معانا هنا يا شباب. اعطني الحبال الباقي راح احتاجهم احتمال في رحلتي. ما اعرف ايش راح احتاج هناك يا شباب، بس راح اضبط وضعي، اوكي؟ ضبط وضع بالليله وننطلق في الصباح الباكر بعدين. فالشباب الفكره الان انه راح ننام في هذا المكان مباشره، وراح نصحى في الصباح الباكر ونسافر في رحلتنا مباشره الى المكان الجديد، اللي انا ما اعرف ابدا اي شيء عن ذاك المكان يا جماعه. يا سلام وصباح الخير وصباح النور يا جماعه، راح اشيك حالتي الصحيه. الله سنتي عندي صارت فل شباب، ليتس جو. والله اليوم هذا مليء بالامل والتفاؤل يا جماعه، ابي هذا اليوم يكون يوم خير علينا كلنا الان. نبي يا شباب الان نتطور، وراح ناكل اكل هذا، وراح نشرب شويتين مياه، نعبي الطاقه فل، لان عندي مشوار جدا كبير لازم اروحه الان. ليش عندي السمك ما جالس يزودني؟ مع انه هنجر 40 مكتوب الان. يب زودني، اوكي نايس والله. معي اكل يا جماعه الخير، معي كل شيء، ما نسيت شيء انا، اوكي؟ بس كل شباب انتم متحمسون يا جماعه، وربنا متحمس بشكل مو طبيعي والله. اوكي راح نتوجه الى هذه المنطقه هنا، انا هنا راح اتوجه هنا تمام. اسم المنطقه سون كون مدري ايش. اوكي زي بيزي، شلون اروح طيب الان؟ ابي صراحه امشي للمنطقه الان، كيف اروح الان المنطقه هذه؟ هذا او يوز يوز بدينا نروح فيها كيف ما ابي الان بالمكان. وانا كذا رايح ورا، انا رايح ورا كذا والله، لازم ارجع لازم ارجع. انا اشوف المكان هنا يا جماعه، الجزر هم محطوطين في اماكن محدده. تمام تمام، شوفوا الخريطة يا شباب، الخريطة والله واقعية بزيادة والله دايم والله. اوكي نايس نايس، حبيت الفكرة. راح اشتاق لك يا مكاني، راح اشتاق لك ان شاء الله، برجع لك عن قريب العاجل الاجل. طبعا راح اجيب اغراض وراح ارجع لنا مباشرة بعدين ان شاء الله، ما راح اسحب لو هذا المكان كنت راح اخبط هنا معلنا الان. واو والله يا جماعة الخير البحر كذا والله دايم والله. ها صار يسوق وحده شباب، شغلت كذا يسوق لوحده الان، في خاصية يسوق لوحده. اوكي يا جماعة والله الامواج كثيرة والله. اوه ماي جاد ايش ذا؟ يخرب بيت الموج. يا ساتر يا ساتر، يا ترى عندي سؤال، انا اوقف شويتين هنا، ايش في تحت الماء اذا نزلت هنا فورا؟ ايش اوه ماي جاد، هدي مكان هدي، شوف الموج، الموج ما يهدى والله، بحاول انزل شوف ايش في تحت. اوه ما في شيء ما في شيء ما في شيء، اطلع 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 اطلع، ما في شيء شباب ما في شيء، خلص كمل كمل كمل، لا تنزل لا تنزل لا تنزل. والله حاس نفسي جالس عايش بالحياه الحقيقيه باللعبه والله. ربنا يستر يا جماعه الخير، ربنا يستر من هذه الامواج، اتمنى انها تخف شويتين يعني الان، لان انا بديت ارتعب. شوف ما صار مبين المكان وراي ابدا يا شباب. اوه وصلنا مكان جديد مكتوب، استكشفت مكان جديد، سونكن اش يا جماعه، ريف ديسكفرد. يا رب نحصل هنا ايرون يا جماعه، لازم الايرون بشكل جدا كبير والله. اوكي شباب يمدينا اخبركم الحمد لله على السلامه الان، وقف يوم كانوا هنا. اوه صار الموضوع اهدى هنا، ملاحظين يا شباب؟ هناك كان في موج لان كان مكان. ايش ده ايش ده ايش ده؟ ايش في هنا؟ ليش الاكسجين؟ انا ما جالس اسبح ولد، استهبل على مخي الان. خلينا نسبح ونطلع الان. مع الغذاء ولا ايش؟ حبيبي انا ما جالس اسبح. كانه المي دخل في مخي يا جماعه الخير اتوقع. الزبده يا شباب وصلنا الى هذا المكان، شايفين؟ ما عندي ولا شيء حرفيا، راح اعتمد على هذا الصندوق هنا يا جماعه، اوكي؟ المي عندي كل شيء تمام، ليتس جو يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ربي. يا ربي يا كريم. اوه وات؟
بركان شباب، في بركان هنا. واي البركان هذا ايش هذا؟ وهناك في شيء جالس يضويه يا جماعه، تعالوا نروح على ذيك المنطقه. هذا خبط فيه يمكن تنفجر بمخي يا جماعه، ما راح المس هذي لان هذا القوارب تفجرها على طول. ناخذ اكسجين وننزل كمان، بس احس اوه ماي جاد، بسم الله الله ياخذ وجهك يا المعفن. يمديني اصنع فاونديشن واحد في هذا المكان، فاونديشن واحد فقط عشان نحط فيه موارد اتوقع. بس ثواني شوي خليني اكتشف ايش عندنا. بس يعني عندنا اسماك قرش كثيره بهذا المكان. هذا الامر الذي يقلقني يا جماعه. ايش قصه البراكين يا شباب؟ ذاك القرش صاير هناك الان. انا ادور على شيء نادر الان للامانه يعني. هذه ايش هذه؟ كنت بجمع هذه بهذه. ناخذ هذه التراكوتا منها الان. اوه في واحده جديده دي. ما عندي دي. اه كلهم نفس الشيء، اوكي كلهم نفس الشيء. انا بعيد كثير على سطح المي يا جماعه، الله يستر. اوكي. القاع جدا جدا غميق يا شباب القاع، هل يا ترى كان لازم اروح المكان الثاني بدل هذا المكان؟ طيب ايش قصة البراكين هنا؟ اوه هذا حجر، ايش هذا؟ حصلت حجر شباب. اللي يمديني اجمع ذا الحجر؟ هذا سيلفر كانه الان صح؟ شلون في سيلفر في ذي اللعبة؟ الا والله سيلفر شباب. ايش سوي بالسيلفر انا هنا؟ ديم والله سيلفر شباب، ليتس جو جيبها الان. في سفينة كبيرة كثير هنا يا جماعة. هذيك ايش هذيك السفينة؟ يخرب. اوه ماي جاد، فجر فيني ذا، اقسم بالله رعبني، الله ياخذ وجهك، والله العظيم رعبني. شباب اطلع اطلع، حصلت ايرون يا شباب، والله حصلت ايرون، دي رعبتني يا شباب، انفجرت، احسبها بس للقوارب. يخرب بيتك من الانفجار هذا. كويس ما متت، كويس ما متت. يطلع خليني اطلع بس على الاقل اكل لي شغله الان يا جماعه، والله كنت بتبهدل والله. اوكي رجعت طاقتي 50 اوكي نايس نايس، كويس كويس. هذه اللافا ما تسوي لي شيء صح اذا نزلت هنا؟ اتوقع المفروض ما تسوي لي شيء. جمع ذي ايرون ستون ذا ايرون اور، كيف اعطاني ايرون اور؟ نايس. بديت احب ذي المنطقه يا شباب، بديت احب ذي المنطقه فيها ايرون، انا هذا الشيء اللي احتاجه والله. انت اصبر لسه ما شفتوا كيف ممكن نختم اللعبه يا جماعه، والله اتوقع التختيم راح نكون جدا اسطوريين. بس يمديني اجمع ذول الاشياء انا على السريع الان كمان. ما راح اعرض اني اجمع بعض الستيكات هنا يا جماعه ايضا. او اني اجمع هذه، ولان كل واحد راح يعطيني 3 ستيك. نايس ويت بلانكات شباب ما راح اضر ابدا. واو كميات الاسماك، ما يمديني اصطاد لان ما معي والله قهر صراحه يعني، ما يمديني ارجع السبير تبعي شباب من قبل. شي جدا غبي ذي الحركه والله، يعني افترض الان ابي اصطاد، شلون اصطاد طيب؟ ما يمديني اصطاد الان. لسه في تحت اشياء، ما انتبهت يا شباب على ذي الاشياء. يا الله كم اني غبي يا جماعه. في عندك هذه، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد يا جماعه، والله اني ما كنت اعرف يا جماعه. هذه كويسه جدا اصنع ذي، اجل لازم نصنع ذي عشان اتنفس اكثر تحت المي، وصار لي ساعتين جالس اعاني، اقسم بالله شاب اني غبي والله. يا الله. اوكي ليتس جو علينا يا جماعه، خلينا نصنع بعض الاشياء الان عشان نسبح. شوف السرعه، شوف السرعه، شوف الرشاقه يا حبيبي. يزي سرعة يزي رشاقة، اطلع الان يا مدير. ياب لازم بلاستيك يكون مدوب نوعا ما، ما راح ينفع مو مدوب. صراحة شباب اكتشفت انه العمق هنا ما يمديني الا انزل ثانيتين واطلع، ما فيني اكتشف اي شيء، لان انا مو صانع ذي الادوات، انا ما كنت اعرف في ذي الادوات ترى. اتوقع اذا في ذي يا جماعة وفي ذي تبع السباحة السريعة والتانك يمديني افتحه بعدين ايزي بيزي ارجع يمديني اصطاد. فالخطة اني ارجع لبيتي واصنع لي ذيك الادوات ونرجع لهنا في وقت لاحق يا جماعة، اوكي؟ ولكن طلعنا بالايرون على الاقل، فيمديني احرك البيت مباشرة. راح نسوي يا جماعه، راح احدد على البيت الان، راح نروح مباشره الى البيت لما اسوي كذا، وراح نسوي شيفت لا احد راح يودينا على البيت، اوكي؟ يا جماعه بالله راقبوا المنظر، بالله راقبوا المنظر. يا ويلي والله احس نفسي بالحقيقه والله. قربت يا شباب قربت الان، مشكله الامواج كثير عاليه لدرجه انه جالس تسحبني لورا الان. لا اتوقع انا مكاني كنت هنا والله، كنت قريب جدا من، ما ادري انا هذاك هو مكاني، انا باني هناك شباب، هذاك هو حصلت اغراضي. اوكي شباب الحمد لله على السلامة، والله ماني مصدق اني وصلت لهذا المكان، انا ما اعرف شو ممكن اثبت القارب هنا ايضا، اتوقع في زر محدد لازم اثبت فيه القارب صح؟ يعني اذا خليته كذا ممكن القارب يطير مني باي لحظة الان. خلاص وصلنا يا جماعة. اوه ماي جاد وصلنا، خلينا نجيب كل هذه الاغراض عشان اذا طار القارب الاغراض تبقى معي يعني، الان ما ادري ايش بيصير يا جماعة بالليلة هذه الان. يا ساتر يا الاغراض يا ساتر، والله ديم والله يا شباب، حط كل اغراضي هنا بالوقت الحالي، اوكي؟ كل اغراضك هنا. اوه ماي جاد يا شباب وصلنا على خير وسلامة، والله يا شباب وصلنا بخير وسلامة الان. اوكي شباب الان ابي بس اصنع هذه عشان احطها هنا، ما يمدي نحط هذه على القارب؟ والله خساره ما يمديك تحط كذا على القارب، ليش طيب؟ ما علينا. راح نحط هذه هنا يا شباب عشان ننور علينا الان. طق يا حبيبي، نحط واحده من هذه الجهه علشان ننور كمان ايضا يا جماعه. بوم يا حبيبي بوم، شوف التنوير. اوه معي واحده كمان لسه والله. ديم والله ما عرفت اني صانع كل ذا. اوكي صنعت كذا، شوفوا المنظر.
يا الله يا المنظر صار ما احلاه شباب. اوكي فشباب انا اتوقع راح انهي المقطع معنا هنا، هذا كان يومنا الثاني على التوالي باللعبه يعني، ان شاء الله راح ارجع لكم باليوم الثالث باسرع وقت ممكن يا شباب لان المغامرات لسه هي بعيده كل البعد عن انها تنتهي يا شباب، متحمس جدا اني اكمل لين النهايه واعرف ايش بصير، المره الجايه بصنع ادوات الغطس كامله وبننتقل للمكان الجديد اللي كان موجود يعني، فبس ابي ادعمكم على هذا المقطع يا جماعه بزر لايك يعني عشان استمر، اللي مو مشترك بالقناه اتمنى انك تشترك وتفعل جرس التنبيهات، السلام عليكم يا جماعه الخير، نلقاكم بالحلقه القادمه في امان الله. The best of you was a no-show, even though I never thought so. I never knew you were with someone new.